هذا هو ما يسبب الاحتقان. خلينا بقى نواجه الموضوع بمنتهى الصراحة، هذا هو سبب الاحتقان اللي بيحصل عند الجماهير. والاحتقان ده ما بيبقاش على من يسيء بس، الاحتقان ده بيبقى على مجلس إدارة النادي الأهلي اللي ما بيردش. مجلس إدارة النادي الأهلي ما بيردش، مش هقدر أطلع فاهم الناس إن إحنا ما بنردش لأن إحنا النادي الأهلي. هو أنا مش هنزل في خناقة شوارع، أنا بتكلم النادي الأهلي بياخد قراراته وبيسلك السبل الشرعية والقانونية لهذا الموضوع. إنما إن أنا أقعد أطلع أرد في كل خناقة، ده يبقى أنا باخد النادي الأهلي.